والملائكة بإذن الله تحف موكبهم رضا بما يصنعون. إنها تحافل موكب فوج الخريجين 28 في يومه الخامس المخصص لطلبة أصول الدين، والمخصص أيضا لطلبة الدراسات العليا من كافة التخصصات. يا موكب الأحرار أقبل باسما، واصرف بفجرك ليل ذل غاشما، هذه قلوب الناس حولك تنتشي وتصادق الفرح الكبير الهائما. إنا لنسمع زغردات جلجلت، ونرى ابتهاجك صار عيدا قائما. يا موكب الأحرار أقبل ضاحكا، واصرف بفجرك ليل ذل حالك، هذه فلسطين الحزينة زغردت لما رأتك قطعت دربا شائكا. فالعلم مفتاح التحرر عندها، فانجح لها واجعل نجاحك فاتكا. علينا الآن مواكب مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية أصول الدين. يتقدمهم السيد رئيس مجلس الأمناء معالي النائب جمال الخضري. والسيد رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور كمالين شعث. والسيد عميد كلية أصول الدين الدكتور نسيم ياسين. والسيد عميد الدراسات العليا الدكتور زياد مقداد. We'll be right back.
رازق خضير، هشام محمد طالب حسن، محمد حسين عبد المعطي كريزم، أحمد محمود محمد البطش، مسعود سعيد حسن أبو حليمة، وحيد محمد عبد القادر موسى، عماد يوسف أحمد يوسف، مازن علي سليمان أبو زايد. Thank you.